خويا هاد الحالة، تقريبا شي سنتين هو مشرد عندنا هنا في الشارع المدة ديال سنتين. حتى واحد حتى هو مسؤول ما بغى يلقى حتى كيف ما كيقولوا الناس وكيف ما كيروى ان السيد جا عند اختو ريه عندها واحد المدة. الاخت ديالو توفات، ملي توفات الاخت ديالو هو المصير ديالو هو الشارع. دابا مدة ديال عامين هو هنايا بالصيف ديالها بالشتا ديالها بكلشي. الناس ديال الدرب راه الحكومة راه كيتكلفوا به، ولكن راه الحاله راه حاله انسانيه خاصها تلقى لها حل في اقرب وقت. دقينا البيبان ديال جميع المسؤولين هنا في منطقه مديونه، راه ما لقاوش ليه الحل هذه الحاله. ما عرفتش علاش ما لقاوش ليه الحل. والسيد راه كيهضر هو انسان راه عاقل، ماشي شي واحد اللي مختل عقليا، هو راه عاقل. غير هو مصاب بمجموعه ديال الامراض، في امراض مزمنه، امراض جلديه، امراض راه كتشوفوا الحاله ديالو راه كتشوف البلاصه فين عايش. دابا هو مضرور وحنا مضروري كساكنه، هو مضرور انه مريض وما لقاش فين يمشي وحنا مضروري كساكنه، لانه راه دابا السيد مسكين راه شغنقول لك اخويا راه ما لقيناش ليه الجهد بهذه الهضره هذه بهذا المفهوم هذا. ما لقيناش ليه الجهد، حنا راه كنديروا ما في الاستطاعه ديالنا، ولكن راه الجهد لا قوة الله اكبر. هذا السيد خصو العنايه حيت السيد مريض كيدير كل شيء تحت منه. السيد خصو مركز اللي غادي يتاويه، اللي غادي يرفع عليه، اللي غادي يقابلو. حنا ما يمكنش لنا غنقابلو النهار كامل حيت عندنا بزاف ديال المشاكل حنا عايشين فيها، منها العمال، منها بزاف الحوايج. دابا حنا كناشدو الناس مسؤولين باش يلقاو حل لهاد السيدة، حيت عيب وعار عامين، وهاد الحالة إنسانية كتسيء للمدينة وكتسيء تل الإقليم بصفة عامة. حنا مابقات عندنا ثقة حتى فشي مسؤول. حنا كناشدو السيد العامل باش يلقى حل لهاد السيدة. حنا كناشدو السيد العامل مباشرة. خويا دقينا جميع الأبواب، كيجيو كيشدو كيسولو حيت هو راه عاقر، عنده لاكارت ناسيونال، عارف راسو فين كيسكن، ولكن راه ما الأبناء ديالو ولا العائلة ديالو راه كيف ما كنقولوا راه لا حول الزنق. حنا كساكنه راه ما غاديش تحملوا المسؤوليه ديالو، خاص الدوله. اخويا انت راه البلاصه ديالو الا بغيتي تصورها غتشوف بزاف ديال المعاناه. راه الروائح كاريه كيدير كل شيء هنايا، ناهيك عن بزاف الحوايج، ناهيك هو بعدا كيتعرض بزاف ديال الحوايج. حنا غنبقاو مقابلين الليل كامل والنهار كامل. حنا بنهار راه كيكون حدا هو، راه هو هذا هو المكان ديالو، راه الناس كامله كتعرفو، هذا هو الشارع ديالو. مره يوقف هنا، مره يوقف قدام ليوينو، مره يوقف قدام الاتصالات، فهمتيني خويا. راه كيمشيو كيجيو كيخاف لا من المتشردين لا من الكلاب حاشاك لا من كلشي. راه كيقولوا خويا مشى المؤسسه وجراو عليه، شافوا السيد عيان ما قدروش يتاويه وما يسئلوه. الحل اخويا خاص الدوله تحمل مسؤوليتها في هذه المسائل هذه. اخويا درنا هذا اللايف علاش؟ باش نلقاو ليه حل. اما حنايا راه هو مضرور وحنا مضرورين، هو مضرور كيعيش في الزنقه وحنا مضرورين، راه كيسبب لنا بزاف ديال الحوايج. ها انت كتشوف البلاصه ديالو كيفاش دير. وجا وعدو هنا شفتيني خويا؟ تعتقي حيد من هنا حيد. وي دابا هذا هو، دابا كتبغي تقيس وتبغي تقلب ولا تبغي تدوش تتخاف وطرى لي شي حاجه، راه كتحمل المسؤوليه ديالو نتايا، فهمتيني؟ لا هذا خويا حنا كناشدو الناس مسؤوله. الرساله ديالنا الاخيره راه الناس كامله كتعرفنا، حنا رافعين جمعويين. هذا السيد راه لقاو ليه حل، ولكن خاص الدوله تحمل المسؤوليه ديالو. هاد السيد خصو يمشي لدار الخير ويلقى العنايه ديالو، حيت السيد مريض، امراض مزمنه جلديه عقليه، راه ما يمكنش ان حنا غنتحملوا مسؤوليته. حنا كناشدوا السيد الباشا والسيد القائد والسيد العامل، الله يجازيهم بخير، الله يرحم الوالدين، راه يتعيبوا عار فصل الصيف والحراره، درجه الحراره عاليه. راه كتشوف اخويا انا الناس كيفاش دايره. حنا بصحيحتنا ولاقين مشكل، ما بالك هو اللي مريض. كناشدوا السيد العامل، الله يرحم لك الوالدين لما شوف من هذه الحاله، حيت عيب وعار انسان في هذه البلاد هذه باقي كيطلب غير يدخل دار الخير. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.